الفرقة، والنهاردة الفريق كان عنده مران صباح اليوم. مران كان مهم من ضمن التدريبات المهمة بالنسبة للفريق خلال المرحلة الحالية، وتحديدا عايز اتكلم مع حضراتكم في ابرز ملامح المران في البداية قبل ما اقول لكم اخبار بعض اللاعبين. كابتن سيد عبد الحفيظ النهاردة اجتمع مع مستر بيتسو موسيماني واتكلم معاه في بعض الامور الادارية المتعلقة بالتحضير للمرحلة المقبلة. كمان النهاردة انتظم صالح جمعة وكهرباء في مران الفريق بعد ما كانوا خدوا اذن امبارح غياب عن هذه او عن مران امبارح بالتحديد. والمران النهارده كان فيه بعض الفقرات الترفيهيه بخلاف طبعا اللقطات اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه قدامكم، وتدريبات يعني متنوعه ومهمه جدا بالنسبه للفريق طبعا تحت اشراف الجهاز الفني ومستر بيتسو موسيماني. النهارده موسيماني كمان اطمن على محمود وحيد، واحنا عارفين محمود وحيد عنده زي تقل في العضله الخلفيه، اتكلم معاه كده في جلسه ما خدتش دقيقتين ثلاثه واطمن على انه اللاعب باذن الله هيكون جاهز خلال المرحله اللي جايه، بيعمل بعض التدريبات التاهيليه في الجيم وبعد كده هيشارك في التدريبات بشكل طبيعي. طيب خليني اقول لحضراتكم ان بكره هيكون الاهلي راحه من التدريبات ويستأنفوا تدريباتهم يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى، وفيما يتعلق ببدر بنون وموعد انتظامه في التدريبات في النادي الاهلي، طبعا بدر بنون احد اللاعبين المميزين جدا اللي تم التعاقد معهم، هينضم للتدريبات الجماعية مع الفريق بإذن الله بداية من الأسبوع المقبل. كمان من ضمن الأخبار سريعا، النهاردة طاهر انتظم في مران الأهلي، مش تدريبات طبعا مع المجموعة بشكل طبيعي، لا هو عنده إصابة في العضلة الأمامية شد كده بسيط، هيعمل بعض التدريبات العلاجية والتأهيلية وبعدين بعد 10 أيام من دلوقتي بالكتير هيشارك في التدريبات الجماعية مع الأهلي. علي معلول وديانج وجيرالدو طبعا متواجدين مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه، هينضموا لتدريبات النادي الاهلي باذن الله، يوصلوا يوم الخميس وينضموا للتدريبات على طول مع الفرقه ان شاء الله، يوصلوا بالسلامه ويكونوا سالمين باذن الله بدون اي اصابات عشان يكونوا جاهزين للنهائي الافريقي. دي ابرز الامور اللي بتتعلق باخر اخبار النادي الاهلي. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل فقرات الترند النهارده، يلا بينا.